لم وانستموز الزلاور لم فاضل لي شوية خمسة دقايق يمكن ناخذ فيهم نيرفز الزلاور لم بالاخيرات الخجلان في الليل بهي. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للتيبيا نيرف وكومن برونيا نيرف هم هادو ابناء السياتيك. حنقول يبدا التيبيا نيرف في اللور ثيرد اوف ذا ثاي امتداد السياتيك او برانش من السياتيك. ايضا كومن برونيا نيرف يبدا في اللور ثيرد كبرانش من السياتيك. الزوز يخش ببليتين فصة من السبير الانجل لكن كومن برونيال نيرف يغادر من اللاترال انجل يبدأ ببليتين فصة محادات البايسبس. اما تيبي نيرف ينزل ويغير اسمه كيف ما يبي. نقدر نقول زي كتابات كبيرة ان بداية تيبيل لحد ما ينتهي تيبيل. او نقول لما كان التيبيل جنب البوبليتين اسمه ميديال بوبليتين لان الكومن برونيال كان لاترال بوبليتين. لما كان التيبيل جنب البوستيريو تيبيل حنسميه بوستيريو تيبيل نيرف. اما الكومن برونيال فاسمه لاترال اوبليتر نيرف. هذه حاجه. لما ياخذ سوبرفيشال ديب، الديب حيقعد اسمه انتيريور تيبيال نيرف وسوبرفيشال برونيال حيقعد اسمه ماسكلو كوتينوس نيرف. من اكلام هذه المعرفات اليوم شو نبي نعطيكم سريعا لان محاضرات اخذت النيرفات وقلت البرانشز كانوا بسرعه شويه بدكم حنراجعهم. تيبيال نيرف كونه خاش مع البوبليتر ومع البوستيريو تيبيال في البوستيريو كومبارتمنت بين سوبرفيشال جروب بين ديب جروب زي ما قلنا خاش تحت فلكسور تراكلم بتشكيل توم داز فيري نايس توم داز فيري نايس هات خاش بلانتر سيرفس اعطي ميدل بلانتر لتر بلانتر هو بيهايند ميدل مايرس خاش. اما انتيريو تيبيال هو نيرف قصدي كومن برونيال نيرف لف على نكر ذا فيبيلا وداخل السبستانس اوف ذا برونيوس لونجس قسم راح بين سوبرفيشال برونيال نيرف وديب برونيال نيرف. سوبرفيشال برونيال نيرف خش الى لاترال كومبارتمنت واعطى في النهايه خش فوق البرونيال تراكلم فوق الاكسنسور تراكلم فوق شفتوه مش تحت التراكلم زي اخوته لا فوق السوبرفيشال اسمه قسم راح بين لاترال برانش وميديال برانش. قلنا احنا برانش زوز ميديال لاترال ما اعتقدش قسم راح بين ميديال برانش لاترال برانش. ليش؟ ميديال لاترال برانش اللي خش ديب برونيال بين منو منو بين واحد واثنين فاضطر يقسم راحه عشان يغطي المنطقه الى ميدل برانش لاترال برانش. عموما الديبرنيال نيرف كان لاترال تو ذا ارتري بعدين صار فيش تو ذا ارتري بعدين لاترال تو ذا ارتري خش تحت التريكر بتشكيل توم هاز فيري نايس دوج اند بيك او توم هاز فيري نايس دوج اند بيت بح او اخذنا مقترح ان بدل بيك نقول بيت. بيت يعني ايش؟ الانيمال حيوانات الاليفه حيوانات الاليفه بيت لكن هو الدوج واحد من حيوانات الاليفه على اساس تمشي توم هاز فيري نايس دوج اند بيت بدل بيك بحث. انت ما ناقصكم البرانشز فقط معناتها نشوف مع بعض نواط ارت برانشز لكل واحد منهم. بالنسبه للتيبيا نيرف اموره واضحه جدا. التيبيا نيرف عنده كم مصل في البستير كومبارتمنت؟ كم مصل في البستير كومبارتمنت؟ سبعه ولا كم فرضناهم سبعه؟ ثلاثه صبوا في الشيب من هم مصل اوف ذا كاف جاسترو كنيميس سوليوس بلانتار واربعه ديب ها تيبيالس بوستيريو ديشور هارنشس بوبليتيوس. شنو اسمعوا لما حولهم في رسمه هذول الاربعه غداهم التيبيا اللي هو في البوبليت الفص هيك من الاخير شفتوا؟ ما بنعطيكم كل واحد بروحه شوفها وات ار ذا برانشز. خلينا نتوقع انه كل نير كان بنادم يعطي ماسكولر ونيوتريانت وارتكولر كان هو راجل ثلاثه ماسكولر وكوتينوس وارتكولر. تيبيا نير راجل وابن راجل شوف شنو داره هو في البوبليت الفص غدى أربعة مصلز ثلاثة صوبة فيش البوبليتيوس هذا المصل كفى ووفى على سعيد الجوينت والله ما قصر غدى من الجوينت على سعيد السكن أعطى الشورى الهواء تعرفوه اللي غدى لحد ايش الليتل تو تعرفوه لا خلاص ما قصرش والله ما قصر عداها العيب. تيبيا نيرف داخل بوبليتيا الفصة أعطى ماسكولار برانشز الأربعة اللي تعرفوهم ثلاثة سوبرفيشال وواحدة بوبليتيوس أعطى ارتكلر لمنو؟ للني جوينت وأعطى شورا كوتينوس اللي هو منو؟ شورا وتيبيا نيرف هنا في الليك شنو أعطى شوفوا أعطى ماسكولار للمصل الباقيات كم مصل قالوا؟ ثلاثة من هم؟ تيبيالس والشورا والهارشز والسوليس من جديد أعطاها سوليس غداها فوق وغداها لوتر سوليس هي العضلة أول واحدة تبدأ بها في المشيد سوليس اكبر عضله تحتاج تغطيها مرتين خلاص مسكر كفى ووفى هو تيبي لوطا شو الثاني؟ اعطى كوتينوس نعرف اما ميديا كالكينيا ميديا بلانتر لاترال بلانتر اعطى تكلي لما جوينت
يبقى ما قصرش كفى ووفر. صارت تيبيا نيرف لوطا اعطى مسكولار لثلاثه مصل ومعهم السوليس باربعه. اعطى كوتينوس ثلاثه كوتينوس ما نعرفوهم واعطى ارتكلر منه. لكن احنا براجعه بس. بايكوم برنيال راجل اول حاجه غدى الجويت اللي جنبه من هي؟ ني جويت. غدى مصل من هي؟ شورت هدف. مش قلنا كلهم بالتيبيا الا شورت هدف منه كوم برنيال. وغدى كوتينوس نعم هما شورال كوميونيكيتنج ولاترال كوتينوس تنفض دكاف. شورال كوميونيكيتنج ولاترال كوتينوس تنفض دكاف. يبقى الراجل ما يحطوش حاجه تيبيا في البوبليتيال. غدى اربعه مصل واحد سكن واحد جوين. اما تيبيا في الليج اعطى ثلاثه كوتينوس واربعه مصل وجوين. اما هنا بالنسبه لكم برنيل مصل واحده من هي شورت هيد جوينت واحده ني جوين وزوز سكن شورا كوميونيكيتنج بلاتر كوميونيكيتنج. باش نقص الانتيريو تيبي المالا ولا احلى سهل جدا. انتيريو تيبي حتى هو راجل اللي هو دي برنيل صدقهم. دي برنيل والله ما قصر سوبرفيشال برنيل ما قصروش. اصلا سوبرفيشال برنيل مشى بتوين مصلين وغداهم من هم برنيل لونجس وبريفيوس. وغادر هنا قسم روحه بين ميديال برانش لاتر برانش لان كل الدورسم اوف ذا فوت من غداها سوبرفيشال برنيل ما عدا بين واحد من غداها هي ولا احلى. يبقى سوفيشال برنير غدا كوتينوس للسكن وغدا ماسكرار. لكن الديب رجال الديب برنير غدا مصر بالكير كومبارتمنت كلهم توم هاز دوك اند بيك غداهم كلهم حتى الدشاره النوطيه غداها فريدس. يبقى غدا كل مصر الخمسه. السكن نعم هو بتوين منو منهم وغدا الجوينت اللي هو انكل جوينت. ما فيش اي مشكله تو بالنسبه للجوينت ولا اي حاجه ثانيه غير حاجه واحده نقول لكم عليها بس الديب ديب من الاخير غدا الانكل جوينت والمصر وجوينت اوف ذا فوت لوت حناخذها مع الفوت. اذا ترى قولوا معي الديب رنيل غدا مصل كم مصل؟ خمسه. اعطى سكن ايه بين منو منو؟ اعطى جوينت ايه الانكل والفوت. نشوف السوبرفيشال برنيل غدا مصل من هم ماسكر ديب رنيل سلوندرز وبريفيوس. غدا سكن ايه كل الدرس ما عدا بين واحد اثنين. غدا جوينت صدق عليه سوبرفيشال اسمه ما غداش جوينت وحيد. ارجع للتيبيا ترى تيبيا فوق غدا كل شيء ولا كم مصل؟ اربعه. سكن كبير شورا وجوينت كبيره نيم. اما هو لوطا غدا جوينت كبيره انكل غدا سكن من هم ميديال كالكينيا ميديال بلانتر لاترال بلانتر واعطانا مسكر اللي منهم اربع مصر. كوبي بري غدا مصر واحده من هي شورت هيد بايسبس غدا سكن زوز شورا كوميونيكيتنج لاترال ستيف وغدا جوينت من هي مين جوينت. ديك يا شباب عرفتوا توا في عندكم جدول في الاخير بكل ممتاز سهل في مقارنه كل شيء. هيك رجعنا كل النرفات اليوم رجعنا كل الارتريز وكل الانستموز البذخ اليوم موفقين ان شاء الله.